تنضم إلينا من عمان محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب ليلى عيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا ليلى. بداية، قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس وتأثيره على الدولار، هل تتوقعين البقاء ضمن أعلى المستويات؟ صباح الخير. طبعا قام البنك الفيدرالي أمس برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة الفيدرالية ضمن نطاق 3% إلى 3.25%. وأشار التقرير إلى اختلاف في توقعات الفيدرالي عن التقرير السابق بالنسبة لسنة 2022 لسنة 2023 ولسنة 2024. وأشارت التوقعات بالنسبة للعام الحالي أن من المحتمل أن يكون انكماش بالناتج الإجمالي المحلي من 1.7% إلى 0.2%، بالإضافة إلى التضخم سوف يتراجع ولكن بنسبة طفيفة إلى 5.2%. ممكن أن نترجم هاي التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال يعتقد أنه نحن في منطقة الخطر، ولا يزال التضخم مستمرا وسوف يجري المزيد من التجديد النقدي، كما أشار في عدة مناسبات وأمس خلال المؤتمر الصحفي أنه سيفعل ما يجب فعله لاحتواء التضخم. وبناء على هذه البيانات وجدنا أن الدولار الأمريكي استعاد قوته إلى مستويات، وصل إلى مستوى 111 دولار تقريبا أمام سلة من العملة الأجنبية. وبناء عليه، على عكس ذلك، وجدنا أن اليورو تراجع بسبب ضغط من عدة بيانات وأهمها قوة الدولار الأمريكي. نعم ليلى، برأيك يعني ماذا عن قرار البنك الوطني السويسري وتأثيره على الفرنك السويسري؟ بالمجمل هو يعتبر من الملاذات الآمنة، لكنه يعني نلاحظ أنه يواجه العديد من الضغوط. صحيح. يعني صدر قبل قليل بيان أو إعلان الفائدة السويسرية من قبل البنك الوطني السويسري، وأشار إلى رفع أسعار الفائدة أيضا 75 نقطة أساس على خطى الفيدرالي الأمريكي لتصل إلى 0.5%، وهي الرفعة الثانية منذ 2007. وبالنظر إلى بيانات التضخم في الاقتصاد السويسري، نجد أن التضخم في الاقتصاد السويسري كما أشرت لك إلى أنه وصل إلى أعلى مستوياته من 1993 تقريبا عن 3.5%. وحسب ما أشار التقرير الذي صدر عن البنك السويسري، أن الفرنك سوف يبقى نشطا ضمن العملات الأخرى. نعم، إذا ليلى يعني وأيضا التوقعات للجنيه الاسترليني، لاحظنا هنالك يعني بعض البنوك المركزية لا تزال تصدر قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ماذا عن التوقعات لقرار بنك إنجلترا وتأثيره على الجنيه الاسترليني يعني بالتفصيل؟ يعني لا يزال الجنيه الاسترليني عم يتحرك ضمن اتجاه هابط، وحاليا مستقر عند أقل مستوياته من 1985. طبعا في عدة عوامل عم تتحكم حاليا بالحركة الهبوطية، هي ممكن نلخصها بكذا نقاط. أولا، بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي أشارت إلى أن مستوى التضخم وصل إلى 9.9% مقارنة مع 10.1%. صحيح أنه في تراجع بسيط، ولكن كما أشرت لك سابقا لازلنا في منطقة الخطر، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي كان للمملكة المتحدة نصيب فيها بسبب العقوبات التي فرضتها روسيا على أوروبا. وأيضا سوف نشير بالطبع إلى قوة الدولار والسندات الأمريكية وعوائد السندات الأمريكية، التي أشارت إلى أن عائدات السندات الأمريكية لعشر سنوات وصلت إلى أعلى مستوياتها من 11 سنة عن 3.5%. كل هذه البيانات تنتظر، كما أشرت حضرتك، تنتظر الأسواق اليوم قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وللسيطرة على الاتجاه العام الهبوطي للجنيه الاسترليني. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة ليلى عيد، شكرا لك على هذا الشرح الوافي والمعلومات والتفاصيل.